السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في جديد ومعاكم علاء. والنهارده هنتكلم عن تصوير الكليبات او الميوزك فيديو او تصوير فيديوهات الاغاني ايا كان هنسميها ايه. تعالوا نبدا ونشوف بتتصور ازاي ونعرف اكتر من طريقه نصور بيها ميوزك فيديو، سواء مثلا حسب الجينر اللي احنا هنغني عليه اللي هنصور عليه ولا ايه، سواء راب مثلا، اغنيه شعبي، رومانتك، اي حاجه من دي، ونشوف بتتصور ازاي وطرقه الصوره بيتم ازاي. اول حاجه هنقول مثلا على سبيل المثال كليب فري بتاع مروان بابلو. الكليب ده هنقول اتصور ازاي. الكليب ده اتصور بيبقى فيه حاجه اسمها الشوتات الرئيسيه او الشوت المين، يعني الرئيسي بتاعك، الاثنين بنفس المعنى. هما خدوا بالظبط في الكليب ده 10 شوتات رئيسيه، تمام؟ يعني شوت رئيسي بمعنى ان هو مثلا وقفوا في اللوكيشن ده وخد التراك كله غناه كله مره واحده في المكان ده، بعدها راح مكان تاني غنى فيه التراك كله مع حركات معينه بقى حسب المخرج يقولها له او هو ودماغه هيعمل ايه او هيبقى ماسك ايه في ايده او هيعمل ايه، ويروح بعدها في مكان تالت وبرده يغني التراك كله، يروح في مكان رابع ويغني التراك كله وهكذا. هي دي الشوتات الرئيسيه. يعني انت مثلا لو عايز تصور حاجه مشابهه للنظام ده، والله انت معاك مثلا المغني بتاعك وانت معاك كاميرا واحده وعايز تصور كليب حلو وبطريقه كويسه، حتى لو بالموبايل كمان، لو بالموبايل انت مش هتفرق معاك، حتى لو هتصوره كله بمجرد انها كادرات ثابته بس. احنا مثلا لو بصينا على التراك بتاع فري هنلاقيه مثلا هيديلكوا الشوتات بالظبط اللي اتصور فيها التراك مره كامله. في شوت كانوا ماشيين بالعربيه كده بمحطه الرمل ونازلين، وبعدها وقفوا كانوا حاطين لايتس وقتها. انا شفت الكواليس بتاعت الكليب ده يعني، وشفت الشوت ده، التراك كله صوروه في الحته دي مره كامله. في الحته الثانيه بتاعت المقابر الاثريه اما كان قاعد كده في الحته اللي تحت دي على المقبره، وبرضو هنا غنى التراك كله، تمام؟ وفي برضو الحته اللي كانت في اللايتس في الاخر دي اتغنى فيها التراك كله بايه، بمره واحده. وبعدين هو حسب الاجزاء اللي هو عايز يحطها في المونتاج وخلاه يغنيها بس في الاخر، بحيث مثلا هنا اربع كلمات، هنا اربع كلمات، هنا اربع كلمات، على حسب البار اللي هو هيحط فيه القطعه بتاعته. وعادي بيسجلوا كل مره واحده وبعدين يسجلوا مره ثانيه في نفس السيستم. بتبص لمده التراك هتلاقي 3 دقائق ونص، دقيقتين، فهتلاقي الحوار كله لو صورت 10 مرات في نفس المكان ببوزس مختلفه للرقصه والشكل ده كله هتلاقي مش نفسه بتاخدش 10 دقايق اصلا. انت لو هتصور وبعدين تقطيع بقى في كل ده لو في نفس اللقطه. وبرده اما كان راكب على الحصان، هم خدوه شوت كامل على الحصان وقاعد على الحصان، وشوت تاني وهو نازل قدام الحصان بس مره كامله، او مثلا على حسب الحته اللي هو عايزها، تمام؟ فالموضوع كله في تصوير ميوزك فيديوز عباره عن لوكيشنز بس. انت هات لوكيشنز كتير وصور التراك اكتر من مره في اكتر من مكان مختلف وباكتر من حركه وباكتر من طريقه، فانت خلصت كليب، تمام؟ بس في حاجه اسمها بقى التحليه بتاعت الفيديو، اللي هو انت بص مثلا انت مش هتخليهولي بتروح لوكيشنز كتير وقطعات قطعات قطعات وعمال تصور وبس، شايف حاجه بتتحرك بس وخلاص في الكادر واماكن كويسه. لا، مع تغيير الاماكن خليه يغير الاوت فيت اللي هو لابسه، اللبس بتاعه. يعني ايه؟ ما يبقاش مثلا مصور في كل اللوكيشنز بنفس اللبس، تحاول تخلي فيه ماتشنج بين الالوان. يعني مثلا عندك هنا حاجه خضراء وفي مثلا لون اصفر صحراء مثلا وفي جنبه زرع اخضر، فخليه اللي هو ايه، خلي فيه ماتشنج بين الثلاث الوان دول، يبقى اصفر اخضر مثلا ويلبس زي لون الحاجه اللي هو واقف عليها الصحراء مثلا، لو بتصور في صحراء يبقى لابس حاجه لونها اصفر وهكذا. وتاني حاجه بقى، انا من ناحيتي انا في التصوير لو انا هصور حاجه وبرده على نفس سياق كليب فري ده، في حاجه بالنسبه لي اسمها كاستمز، اللي هي كاستم شوت، وتاني اول حاجه مين شوتس. بالنسبه للكاستم دي عندي زي مثلا ايه، هاخد شوتات سلو موشن، شوتات فاست موشن، تمام؟ هصور لاند سكيبس، اي حاجه حواليا احطها، دي اهم تتحش في النص في المونتاج، مش هتاثر معاك في حاجه. ده زي انا ما قلت لكم من شويه هيبقى فيه تنويع، بدل ما انت جايب لي واحد وموقفه وعمال يجري من هنا ويرقص هنا ويعمل هنا وبيغني هنا مره وهنا مره وهنا مرة، بدل ما هو تقطيع، لا خلي فيه شوت سلو موشن. وانت لوحدك مع تجربه اكتر من حاجه وتصوير اكتر من حاجه هتلاقي نفسك بتكتسب خبره مع الوقت. انت مثلا في منطقتك عندك بحر، استغل البحر ده، خد شوت للموجه، شوت للغروب، ده اما يتحط كده في النص مش هيأثر معاك في اي حاجه. عندك مثلا في المنطقه اللي انت فيها او المكان اللي انت بتصور فيه معلم اثري مثلا، ادمج، فاهم قصدي؟ خد اي شوت، والمهم انت في تصوير الميوزك فيديو معاك شوتات كتير وداتا كتير على قد ما تقدر، بحيث ما تجيش وانت بتمنتج تلاقي عندك عجز في الانتاج بشكل عام، وعايز تواكب الجو. انت لو هتلاحظ اصلا انك انت في اللي هو انت في 2020 هتلاقي الناس ما بتروحش اكتر للحاجه المتطوره او الحاجه الحديثه غير قليل، مثلا لو انت عايز تستخدم حاجه فيها تكنولوجيا وكده هتلاقي الناس دايما بتروح للاولد ستايل اللي هو الحاجات القديمه. في ستايل اللبس بيبقى في حاجه قديمه فيه كده، الاساور بيبقى لابسها مثلا،
واستخدامك برضو الاماكن الاثريه والكلام ده كله، ده برضو تبص على الاولد ستايل بنفس الطريقه، لو انت بتنوع بيها وبتدمج بين الحديث والجديد. وبرضو يعني انت مثلا هو هيبقى لابس لبس، فقلنا ناخد ستايل قديم في اللبس، لا ما يبقاش انت خلاص ستايل قديم وانت عايز تعمل حاجه عظمه فشخ ومش عارف ايه، لا ما تخليش كله بنفس السياق، خلي نوع بين اللبس، يعني تنوع بين اللبس مودرن وكلاسيك، فاهم؟ يعني لبس كده لبس كده، وتنوع بالموضوع وتشوف هيمشي ازاي بعد كده. مثلا برضو بتصور ميوزك فيديو، صور في الشارع مرة، خد شوت في الشارع برضو، هي الناس دي عملت كده، اي حد بيعمل كده، حتى البسيط برضو على الكليبات والاغاني اللي بيعملوها برا، تصور بنفس الطريقة وهتلاقي فيها نفس الاسلوب. مثلا انت بتصور ستايل جانجستا ومش عارف ايه، فاكيد هيبقى فيه شوت وهو ماسك سيجارة وقاعد مثلا، حتى لو هتصور بموبايل. بالمناسبة يعني انا هعمل فيديو قريب ازاي تصور فيه كليب بالموبايل، وازاي مثلا تصور اكتر من حاجه فاهمين في الميوزك فيديو، بس الميوزك فيديو بشكل عام بالموبايل. مثلا لو في حته فاهم ميوزك والميوزك دي مطوله، اللوب بتاع الميوزك ده طويل معاك شويه، يا عم خد شوت واعمل فيه زوم مثلا زي هم عملوا في اول الكليب وطول الحته دي لما كان بيقول بتخفف الالام، الشوت الاند اللي كان في الانترو خالص فتحها بشوت مطول وهو بداخل بالزوم عليه. وبرضو لو هتلاحظوا كان فيه الشوت اللي هو كان بيصور فيه التاكسي معدي كده ولايتس من الشارع، الشوت ده برضو حاجات راندمز، اي حاجه كانت قدامه كان هو بيصورها، وده ومع مونتير نضيف وكالرست نضيف ظبطوا الموضوع والليله كلها. هيكون بالشكل ده تصوير الميوزك فيديو ده، انا قلت لكم بس شويه ايه شويه تحبيش على الموضوع ده، جزء اول من سلسله الفيديوهات اللي هتكون بتتكلم على الميوزك فيديو في الموضوع زي ده، ما يتلمش كله في فيديو واحد، بس المره الجايه هتكلم عن حركه الكاميرا وطريقه التصوير وازاي تصور ده، وهيبقى في فيديو ثالث عن ازاي تلونها وازاي تتحكم في الستايل بتاعك من خلال الالوان، وفيديو رابع برضو عن المونتاج وتحط الشوت ده بعد ده وتميز ما بينهم ازاي، ولو في غلطه مثلا عندك وقت تصوير تصورها ازاي، وهيبقى في برضو فيديو خامس خالص غير كل دول ازاي تصور فيه ميوزك فيديو بالموبايل، وسلسله الموبايل ده هطول فيها شويه بحيث في ناس كتير معهاش امكانيات ان هي تجيب كاميرا نظيفه او معهاش ده وتقدر تعمل كليب اصلا بالموبايل كله، وهنزل ست الفيديوهات دي كلها ورا بعضها ان شاء الله يعني. بس وبكده يكون خلص فيديو النهارده، كان معاكم عليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش تعملوا لايك واشتراك في القناه.